2009 وانا نقيب ممارس، عافينا واحد العدد كبير ديال الساده القضاه من اداء واجب الاشتراك الانخراط تلقائيا ومن غير طلب. علاش؟ هذا اللي تعلمته انا على النقباء اللي سابقيني. كيقول لك القاضي الشريف، القاضي النظيف، القاضي النزيه، علينا وهو يلتحق بنا ان نوشحه، ان نطوقه بثقتنا، مرحبا بك، نعفيك من المال، انت عمله ضافيه ستنضاف الينا، مرحبا بك. اما المشبوه فيهم فان لا نتعامل معهم بهذه الحركه، هذا الجست ما كنديروش معهم. هذا واحد. اثنين، طالب النظامي، طالب النظامي اللي جاي من الكليه تأدي. انا تنقول لك انا وراه كاين اختلاف الاجيال، دابا جيل اخر، نقابة اخرين ثاني. انا نتكلم لك عن النقيب كيفاش عنده الحق يدبر اموره هو، حيت كاينه تكاليف عنده هو، كاينه اكراهات. انا غنرجع لها من بعد. انا عطيك انا واحد المثال باش تاكد على ان راه بعض الامور ما تتنجحش. كيقول لك كاين اقصاء ابناء الفقراء. لا، انا تنذكر والتاريخ تيشهد، وانا مريض، انا ذاك مريض مرض مميت. عملنا تقسيط في الاداء ديال واجب الاشتراك لابناء الفقراء، ودرنا جدوله ديال اداء الدين، ولكن للاسف الشديد كاين البعض اللي مازال ما كملش من بعد مضي 10 سنوات ما كملاش. شنو تعمل له؟ جابوا لهم في التأديب؟ ما خلصي؟ تقاستي؟ يمكن بمعنى ما كاينش وفاء بالالتزامات. تتبغي تتعامل بمرونه بليونه مع البعض، بعض الشريعه اللي هي مغلوبه، ولكن ما تتوفيش، حيث امكانياتها معدومه بسيطه جدا. ما يقدر يخلص لا بالدفع الجمله ولا بالتقسيط، ما يقدرش. واجبات الانخراط هي فيها اختلاف وفيها فراغ تشريعي، لكن القانون المنظمي لمهنة المحاماة يخول للنقابات امكان استدراك ما تم اغفاله في القانون الاساسي. يبقى للمؤسسة النقيب ان تضمن هذه المقتضيات في النظام الداخلي. هذا هو النظام اللي ما تعرفوش، لواحد العداد ديال الاخوه اللي تلتحقوا بمهنة المحاماة. اذا النظام الداخلي فيه واجب الانخراط وقيمته. انا بغيت نرجع شويه للتاريخ. الدار البيضاء، نقابة الدار البيضاء كانت هي النقابة الأقل تكلفة في الالتحاق بها في المغرب كله. لكن ربما النقباء اللي عقبوني هما اللي غادي يقدروا يكونوا كيعرفوا أكثر، ولكن أنا غنعطيكم العلم ديالي. نقابة الدار البيضاء عندها تكاليف كبيرة جدا ما تعرفها تحت. اللي جابها غير التحق، حيت أنا ماشي شي شركة جاهزة، لا لا لا. حنا شركة عندها موارد ديالها محسوبة. ما عندها موارد محسوبة، مؤسسة عندها موارد محسوبة. غادي نعطيك الموارد. واجبات الانخراط اللي كتجي من ثلاث سنوات، واجبات الاشتراك السنوية 1500 درهم والو، وواحد الرسم اللي تيأديه المهامي اللي يغطي التغطية الصحية، السيرونس ديال المرضى. هذه الموارد اللي عندنا هنا ثلاثة. المصاريف عندنا ما يناهز 200 موظف بما فيهم المتطوعين داخل المحاكم، مختلف المحاكم اللي حنا اللي كنسدوا لهم الرواتب ديالهم، هما تيخدموا المحكمه، ولكن حنا تنأديو لهم الرواتب ديالهم الشهري، حنا ميزانيه بالاضافه للموظفين ديالنا حنا. واحد. اثنين، تنأديو واحد الفاتوره منذ ما يقارب 30 سنه. هذاك النادي المحامي اللي تشوفوا راه مازال تنأديو عليه الاقساط، مازال تنأديو الديون ديالو كل شهر. عندنا مرتفقات ومرافق اخرى بالنادي ديال المحامين بوزكوره، ونادي المحامين بن سليمان، ونادي المحامين بالدار في شارع الامير مولاي عبد الله. هذه مصاريف كراء، تكلفه ماء، كهرباء، و و و اشياء كثيره. عندنا تأمين المهني، مسؤولية المدنية، محامي ملي كيدير الغلط في مسطرة ما يمكن للموكل المتضرر أن يحرك دعوى مدنية أمام القضاء في مواجهة المحامي، ويدخل شركة تأمين من أجل تغطية الضرر
الذي حصل له نتيجة تقصير أو صادر عن المحامي. هذه حنا تنخلصوه ماشي المحامي، حنا المؤسسة اللي كتخلص هذا الشيء. هذا عندنا مؤتمرات، عندنا اجتماعات أسبوعية، عندنا التكوين ديال المحامين، عندنا فعاليات رياضية. الشباب راه عندنا شباب تبارك الله كبير كنساهموا في واحد المجموعه ديال الفعاليات الرياضيه داخل البلاد وخارج البلاد. يكفيك اننا كنساهموا بمجموعه من الفرق المغربيه في الكاس العالم لكره القدم للمحامين، كاس العالم الخاصه بالمحامين. هذه تكفي فيها ملايين كبيره. مثلا اخر مره تنظمت اعتقد في اسبانيا وقبل منها في امريكا. هذه فعاليات كتغطى بمبالغ باهظه باهظه. منين غتجيب المؤسسه هذه المبالغ؟ كما نديرو يدنا نبداو نسعاو من الصندوق ديالنا. الصندوق ديالنا ما عندوش موارد كبيره اللي غتغطي هذا الشيء. الا حيت دار كاس العالم حاضرين له العالم كامل، محامين العالم كامل. المغرب ما حاضرش، تبغي انت؟ خصو يكون حاضر. باش يكون حاضر خصك تهيئ هذاك الفريق بالمدرب، بالالبسه الرياضيه، بالاحذيه الرياضيه، بالجوارب الرياضيه، بالكره الرياضيه، بالتنقلات، بالاقامه ديال الفرق. لا تنعطيك شي حاجه اللي هي ديال الشباب. خلي الفكر، خلي العلم، كلام اخر هذاك. خصك ميزانيه. انا ما بقاش الامور سهله. كتقول لا غنمشي نلعب الكره، انت مش كل واحد جيب حدا من جهه وداك نلعب الكره، لا، هذه كره مقنه بالتامين ديالها، بالاطباء ديالها، بمسائل تتلعب مع امريكا وهولندا وفرنسا وتركيا. بمعنى كاين مصاريف الا بغيت مؤسسه. من المسؤول على هذا التنظيم والتدبير والتسيير؟ من؟ المؤسسه. إلا ما شاركش فعالية من الفعاليات أو في تظاهرة فكرية وبقى المعقد شاغر يؤاخذ النقيب والمؤسسة لأنها لم تهيئ اللوجستيك للمشاركة، لأنها مارست المقعد الشاغر. والمقعد الشاغر حتى واحد ما تيرتاح له. حنا مؤسسة متواجدين، هذه هيئة الدار البيضاء، أكبر هيئة في إفريقيا، كيفاش ما تشاركش؟ بمعنى حنا ملزمين، ماشي اختياريا، لا، حنا ملزمين أننا نشاركوا في سائر التظاهرات العلمية، فكرية، حقوقية، القانونية. أضيف لها ورشات التكوين المتعلقة بهؤلاء الوافدين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.